بعد خليل بتبان. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ إن شاء الله تكونون طيبين. حياكم في قناتي مرة ثانية، أنا محمد. إذا أول مرة تشوف القناة اضغط زر الاشتراك. قبل ما أبدأ فيديو اليوم حاب أذكر نقطتين مهمة. النقطة الأولى، الفيديو هذا ما في أي موسيقى، الخلفية هذه الأصوات كلها أصوات بالفم وبالجسم فقط لا غير، ما فيها موسيقى. يعني في ناس طلبوني أني أبعد الموسيقى أو أخففها، فحاولت قد ما أقدر. وإذا الخلفية هذه مزعجة أو شيء فصراحة إن أحلى شيء حصلته. إذا تعرفون شيء ثاني أحلى اكتبوا لي تحت في التعليقات نستفيد ونفيد. والشيء الثاني، اتمنى بعد ما تشوفون هذا الفيديو تدخلون على الانستغرام، الرابط بيكون موجود في صندوق الوصف. منزل فيديو بسيط لهذه البساس، اكتبوا لي تحت هذا الفيديو الاسئله اللي تبغوني اجاوب عليها. جميع الاسئله اللي تبغوني اجاوب عليها اكتبوها تحت في التعليقات، واللي حاب اذكر اسمه يكتب اسمه جنب التعليق وان شاء الله بسوي فيديو اجاوب فيه عن اسئلتكم. فيديو اليوم بنتكلم كيف نحتني بالقطط الصغيره اللي يكون عمرها من يوم الى شهرين. بنتعلم كيف نأكلها، كيف نهتم بالنظافة، التدفئة، كل الأشياء اللي تحتاجونها عشان البساس الصغيرة تعيش معكم أو القطط الصغيرة تعيش معكم بشكل مناسب لها، بنتعلمها في هذا الفيديو. فإن شاء الله أنكم تستفيدون، وأتمنى أنكم تنشرون الفيديو وتشتركون في القناة. ويلا جهز الأغراض ونرجع عشان نبدأ أوريكم كل التفاصيل. نحتاج أول شيء إلى رضاعة خاصة بالقطط، طبعا ممكن تحصلونها عند الدكاترة البيطريين أو محلات الحيوانات، وإذا ما عندكم الرضاعة ممكن تستخدمون الإبرة تفكون الرأس الحاد تفي بالغرض. ونحتاج إلى حليب خاص بالقطط الصغيرة، وإذا مو متوفر ناخذ حليب من الصيدلية البشرية للأطفال خالي من اللاكتوز. ونحتاج إلى مناديل مبللة خاصة بالحيوانات، أو ممكن نستغني عنها بفوطة يكون فيها ماء دافي. ونحتاج منشفة أو فوطة، وبنشوف هذه الأشياء كلها كيف نستخدمها سوا. قبل ما أبدأ وأتكلم عن هذه النقطة حاب أقول لكم أعتذر شديد الاعتذار على هذا المنظر، بس لأنه شيء ضروري ومهم. في كثير منكم يتواصل معي يقول أنا أعطيت البسة حليب والمكان دافي وكل شيء تمام بس مو راضية تسكت، وفي ناس يقولون جلست معنا أسبوع وكان كل شيء تمام وبعدين ماتت. طبعا لأن في هذه المرحلة ما تقدر تروح الحمام بنفسها وتحتاج إلى مساعدة. في اللي عنده بساس وشاف الأم كيف تهتم يعرف هذه النقطة كويس، إن في هذه المرحلة تحتاج إلى مساعدة وتدخل عشان تقدر تروح الحمام. فإحنا ممكن نستخدم المناديل المبللة، أو إذا ما هي موجودة هذه المناديل ممكن نأخذ مناديل عادية ونبللها بماء دافي أو فوطة ونستخدمها مثل ما تشوفون في الفيديو بشكل بسيط لين ينتهي القط من قضاء حاجته. وطبعا هذه العملية نكررها كل مرة نعطيه الحليب فيها، قبل الحليب وبعد الحليب عشان إذا صار أي انحباس عنده نساعده. طبعا مثل ما ذكرت اللي مو متوفر عند الحليب خاص بالقطط ممكن ياخذ حليب الاطفال من الصيدلية البشرية، حليب الاطفال الخالي من اللاكتوز، او في حليب مراعي خالي من اللاكتوز قليل الدسم، كلها مناسبة. ولازم تتأكدون من نظافة الرضاعة قبل وبعد ما تعطون الحليب عشان ما يتجمع فيها البكتيريا والاوسخ. ولا تنسون لازم يعني اجباري الحليب يكون دافي عشان البساس تتقبله، لو كان بارد ابدا ما تشربه. ومثل ما تشوفون انا استخدمت ملعقة واحدة فقط من الحليب والباقي كان موية. اساسا مكتوب على التعليمات تستخدم ملعقة حليب على ملعقتين موية، بس يجي مرة ثقيل ما ناسبهم ولا شربوه، بس بهذه الطريقة شربوه وناسبهم وكان مناسب لهم جدا جدا. برد من داتك. صغيرة صعب صعب صعب.
كنك منيك جاي نصيبه زي كذا كات ومن هاي من الدنيا كنك منيك لبلا بلا بلا اي خلاص نخلص الضحم يلا بعد خطر الطريق يمشي. ومثل ما تشوفون بدينا نعطيهم الحليب. طبعا اول مره تعطونهم الحليب ما بيكونون يعرفون ان هذا مصدر الحليب, فما بيمسكون الرضاعه كويس, فانتوا لازم في البدايه تخصبونهم او تدخلونها بالقوه شويه, يعني تحاولون انكم تعلمونهم لانه ما يكونون فاهمين ان هذا هو مصدر الاكل حاليا. والرضاعه كل 3 ساعات لازم تسطعونهم مره, كل ساعتين, لانهم يختلفون القطط. ما بعطيكم وقت محدد لان من قطط الى قطط تختلف, في قطط تاكل بزياده وفي بساس يعني ما تحب تاكل كثير. في البسته اللي عندكم متى ما شفتوها تصيح لازم تعطونها حليب او تودونها للحمام لانه ممكن حاجه من الثنتين. وفي الغالب يعني كل 3 ساعات هو انسب وقت, كل ما تمر 3 ساعات تعطونهم رضعه, ومو مره واحده تعطونا رضعه. مثل ما تشوفون فك الرضاعه اخليه شويه, اخذ اخوه الثاني, اخلص من اخوه وارجع اعطيه الرضاعه عشان نتاكد انهم شبعوا بشكل كامل وتام. فاخليكم بعض المناظر شويه وهم يرضعون كذا ونرجع نكمل. ننتقل الحين إلى نقطة التحميم والنظافة. طبعا قبل كل شيء أنت أول ما تأخذ بس في هذا العمر أنت تقلب أم, تقلب أم رسميا بمعنى الكلمة. تقوم نص الليل ترضعه, تسوي له حمام, تروشه, تنظفه, تهتم بالتدفئة, تهتم بأنك ما تتأخر عن البيت أكثر من 3 ساعات عشان ما يموت في الحالة إذا ما عندك أحد يحتني به, وأشياء كثير يعني. فمسؤولية على قد ما هي كبيرة يعني وكذا, على قد ما هي مسلية وممتعة أنك تعتني بحيوان وتشوفه يكبر بين أيدك وما يقدر يساوي شيء إلا معاك ولازم أنت تساوي له. فهذا شيء يحسسك يعني أنك مسؤول, وخاصة أنا من الناس اللي يحب يكون عندي أشياء مسؤول منها. فنستخدم المناديل المبللة في أن نمسح جسمه كامل بعد ما يرضع, لأن الحليب يقطر ممكن على يده, على فمه, على أماكن كثير. فنستخدم المناديل المبللة نمسح جسمه كامل بشكل كويس, ونركز على الأماكن اللي هي تحت الأيادي, عند الرجول, الأصابع, تحت الرقبة, الذيل, هذه كلها أماكن نهتم فيها, وحتى المسامع من داخل ومن برا والعيون ننظفها. وبعد ما ننظفها بالمنديل المبلل ناخذ المنشفة أو الفوطة تكون ناشفة وننشف جسمه عشان تمتص أي سوائل باقي على الشعر عنده عشان ما يبرد, وبكذا يكون نظف بشكل تام. طبعا لا حد يخاف يشوفني أني أضغط البسة بقوة ولا أني أعورها أو شيء زي كذا, لا ترى أنا قاعد أعملها بكل رفق وحنان, ولكن شكل يدي كبيرة بزيادة فتحسوني قاعد أعنفها, بس ما في أي شيء. مثل ما تشوفون قاعدين ننظفهم, ويعني لازم شوية أضغط شوية عشان ينظف الشعر تمام. فلا حد يقول انك عذبت البسات ولا شيء, في تعليقات اقراها تحت يقولوا لي انت ضغطت البسه بقوه, انت سويت, ما في احن مني على البسات, لا احد يناقشني لو سمحتوا يعني.
فحبيت بس اوضح هذه النقطه، لان شكل البساس وانا اشوف الفيديو كانها تتعذب، بس هي الصراحه مبسوطه ترب وكانت تطلع صوت الاسترخاء وكل شيء تمام. فبس حبيت انبه عشان ايش ما حد يكتب في التعليقات اشياء مي صحيحه. ومن أهم النقط اللي لازم تتذكرونها دائما هي تدفئة المكان. لازم المكان يكون دافي على طول. طبعا زي ما تشوفون أنا حاط الدفاية في الغرفة بس مو قريبة منهم، حاطها بعيد جدا ومشغلها عن نص ومقفل الغرفة بس عشان يكون جو الغرفة بشكل عام دافي، وهذا الشيء مناسب. لا تقربون الدفاية. مثل ما تشوفون بعد ما أكلوا وشربوا وتنظفوا والمكان دافي وجاهز للنوم، صاروا مستعدين للنوم وجالسين جنب بعض وهادين وكل شيء تمام، مو مثل بداية الفيديو كانوا يتحركون ويصيحون. فكذا علمتكم كل الأشياء اللي ممكن تحتاجونها إن شاء الله، وإن شاء الله أني أقدر أفيدكم ولو بواحد في المية، لأن هذا هدفي من القناة أني أقدر أفيدكم بأي شيء أقدر أساويه. وإن شاء الله أنكم استفدتوا واستمتعتوا. لا تنسون ضغط زر اللايك والاشتراك، نشرك الفيديو هو أكبر دعم للقناة. بعد شوية بيطلع لكم سناب على جنب للي حاب يضيفني، حياه في سناب أنزل بعض اليوميات ومن فترة لفترة أجمع الأسئلة اللي تجيني على الخاص وأجاوب عليها بشكل عام، فحياكم عندي في سناب. وبرضه لا تنسون رابط الانستغرام موجود في صندوق الوصف للي حاب ينورني في الانستغرام حياه. وشوفوا نهاية الفيديو لأن فيه صور وصلتني متابعين لحيواناتهم، واللي حاب أعرض صور حيوان الأليف في الفيديوهات الجاية يرسل لي الصور على انستغرام او يسوي لي منشن. وبكذا اكون وصلت نهايه الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. اخليكم مع بعض اللقطات البساس كذا هم يستعدون للنوم يلعبون شويه، واشوفكم فيديو جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.